نبدأ كده بسم الله. هنتكلم في ليسون 1 النهارده كلاسيفاينج اجيومتريك شيبس. بس قبل ما نتكلم على عنوان الدرس او هو بيتكلم على ايه اساسا، خلينا نراجع كده بسرعه على شويه معلومات اساسيه احنا كنا واخدينها السنه اللي فاتت في سنه 4. خدنا لو حضرتك معاك المسطره بتاعتك وبدات ترسم كده وحطيت كده، بص على الزرار ده، حطيت هنا بوينت A وهنا بوينت B، ده اسمه ايه بالنسبه لنا؟ اسمه لاين بس ولا لاين سيجمنت؟ اه اسمه لاين سيجمنت. يعني ايه لاين سيجمنت؟ اللاين سيجمنت ده ليه بدايه وليه نهايه وليه رمز. خدت بالك كده؟ بدايه ونهايه ورمز. الرمز بتاعه اللي هو اللاين اللي بيتحط فوق ده، فوق الاي بي، لازم يتحط من الاي لحد مين؟ يعني انا لو خدت بوينت هنا مثلا اسمها سي، هل ينفع اسمي اللاين ده كله اي سي بس؟ كده انا قصدي من اول الاي لحد السي. طيب سؤال بقى يا مستر، هل ينفع نكتب ده بي اي؟ اه فاكرين السنه اللي فاتت لما قلنا الفصل ده بيبدا منين؟ من البورد لحد الحيطه. طب ما انا ممكن اقول انه بيبدا من الحيطه لحد البورد، خلاص كده. فده اول حاجه موجوده عندي اللي اسمها ايه؟ اللاين سيجمنت. الحاجه الثانيه، لو انا مسكت المسطره ورسمت كده بس عملت ري او عملت شكل سهم كده، فانا دلوقتي لو كاتب هنا ايه وهنا بي وهنا سي، ده اسمه ايه بالنسبه لي؟ ري. طب بيتقري ازاي؟ لا كنا بنقراه برمزين بس، اي سي كده صح. طب ينفع نكتب اي سي كده؟ لان البدايه بتاعتي فين؟ الاي دي كانت اسمها ستارتنج بوينت، اسمها ايه؟ ستارتنج بوينت، نقطه البدايه. طيب هل ينفع، طالما احنا عرفنا ان ده ما ينفعش، هل ينفع نسميه اي بي؟ لا اه، لان انا قلت لك الاي بي هو مكمل كده كده هيعدي على مين في السكه؟ السي. فانت تقدر تقراه بالستارتنج بوينت واني بوينت، اي بوينت تاني، لكن اللاين سيجمنت ما ينفعش، لازم تبدا بالستارت وتخلص عند الاند، او العكس بقى تبدا بالاند وتخلص من الستارت، مش فارقه معايا. طيب النوع الثالث اللي خدناه السنه اللي فاتت كنا بنسميه الايه؟ ستريت لاين. نعم ينفع ابدا من البي في الري؟ لا ما ينفعش، لان انا دلوقتي لو كتبت الري ده سي اي بالشكل ده وعملت الدايركشن كده، كده انا قصدي ان انا بدات من السي وماشي ناحيه الاي. هل الكلام ده صح هنا في الرسمه؟ لا بقت غلط. طب هل ينفع اقول من البي للسي؟ لا، لان انا كده بقول ان انا بدات من عند، هل انا بدات من عند البي ولا من الاي؟ لو انا بدات من البي يبقى انا كده رميت الحته دي مش محتاجها، فما ينفعش، فدي برضو غلط. طيب تعال نشوف النوع الثالث اللي اسمه الايه؟ ايه الفرق ما بين الستريت لاين واللاين والري؟ ان انا مكمل من اني دايركشن؟ من التو دايركشنز، انفنتلي يعني الى ما لا نهايه. فلو انا اخترت هنا ايه وهنا بي وحطيت لك هنا مثلا سي، الستريت لاين ده يتكتب ازاي؟ اي بي صح؟ واحط العلامه دي علامه اللاين سيجمنت، او اسف علامه الستريت لاين. طب ينفع اكتبه اي سي؟ ركز قبل ما تقول اه او لا. هو مكمل عادي هيعدي على البي. طب ينفع نسميه بقى سي بي؟ ينفع، ما هو هيكمل من ناحيتين. ركز، مش هو مكمل من، هو بدا من السي وماشي ناحيه البي ومكمل كده ورجع الناحيه دي كمان، يبقى هيعدي الناحيه دي ولا لا؟ يبقى ده معناه ان الستريت لاين بيتقري بكام بوينت؟ كام بوينت؟ 2 بوينتس. اي بوينت ولا بوينت معينه؟ اي بوينت. يبقى اني 2 بوينتس لوكيتد اون ات، يعني تقدر تقراه باي 2 بوينتس موجودين على الستريت لاين اللي موجود قدامي. وبعد كده بدانا نتكلم على ان ده اسمه ري مثلا، فين الستارتنج بوينت بتاعته؟ اهي. طب ما انا لو رسمت من هنا ري كمان هيطلع لي شكل اسمه شكل الايه؟ انجل. وانواع الانجلز، التايبز اوف انجل،
انواع الانجل كان ليها اسماء ايه هي؟ اكيوت، اوبتيوس، رايت، ستريت. كل الانجلز دي خدناها السنه اللي فاتت، وكان كل واحد منهم ليه ميجر. خلاص هنراجع عليهم دلوقتي تاني، بس انا بفكرك بعلامه الايه الانجل ده، الشكل بتاعها. وكنا بنحط هنا ايه بي سي، وكنا مسمين دي فيرتكس. اسمها ايه؟ فيرتكس. لما بتيجي تقرا الانجل بتقراها كده A B C او C B A، بشرط ان مين اللي يبقى في النص دايما؟ اللي هي ايه؟ الفيرتكس. فالانجل دي كانت العلامه بتاعتها هي العلامه اللي شبه الانجل، وبنكتب A B C، وممكن كمان نكتب C B A. خلاص كده. وكان في حاجه اسمها الايه بقى؟ الميجر. كنا بنستخدم ايه عشان نجيبها؟ بروتراكتور. اسمها البروتراكتور. كنا بنحط البروتراكتور كده ونقعد نقيس نشوف هي الانجل دي واصله لحد الكام؟ ال 40. يبقى الانجل دي الميجر بتاعها ميجر انجل اي بي سي ايكوال كام ديجري؟ 40 اي. فاكرين علامه الديجري دي؟ اه كان اسمها بالانجلش كده ديجري. طيب تعالى بقى نشوف ايه اللي هو عايز يقوله النهارده. اللي عايز يقول لك بص، خد بالك بدايه الدرس كلمه ايه؟ ريمبر. كل الكلام ده المفروض ان انت خدته. اول حاجه الريليشن بتوين تو لاينز. لو انا عندي تو لاينز، التو لاينز دول ممكن يبقوا بارلل لاينز، وقلنا البارلل ليها علامه اللي هي العلامه دي. لو انا كتبت دلوقتي الستريت لاين ده بيتقري ازاي؟ اي بي، وده سي دي او دي سي براحتي. العلامه دي اسمها ايه؟ بارلل. طب دي بتعبر عن ايه؟ they never cross and they keep the same distance apart، يعني عمرهم ما هيلمسوا بعض ولا هيخبطوا في بعض. وده برافو عليك، لو لمسوا بعض هيعملوا حادثه، الكلمه اللي كنا بنقولها السنه اللي فاتت. لو الاثنين دول will never intersect، عمرهم ما هيلمسوا بعض. they keep the same distance، يعني لو قست المسافه دي قد المسافه دي قد المسافه دي قد المسافه، على طول زي بعض، زي قضبان القطر كده. لما بيمشوا دايما المسافات دي بتبقى مسافات ايه؟ متساويه. طيب النوع الثاني اسمه ايه بقى؟ intersecting lines. زي ما انت شايف كده التو لاينز لمسوا بعض ولا لا؟ عملوا حادثه. ايه بقى الكلام اللي موجود؟ اي اف اللي هو الستريت لاين ده ماله؟ intersect مع مين؟ الجي اتش. في انهي بوينت؟ ان البوينت اللي في النص. يبقى they pass through the same point، هما الاثنين بيعدوا على نفس النقطة. النوع الثالث هو برضو intersect، بس الانترسكشن هنا بيعمل حادثة مظبوطة. اه فاكرين الكلام ده؟ قلنا السنة اللي فاتت كلمة حادثة مظبوطة معناها ان هما الاثنين مش خبطوا ببعض وخلاص، لا ده عملوا حاجة اسمها سكوير كورنر. ايه السكوير كورنر ده؟ لو انت بصيت كده دخلت هنا هتلاقي في شكل سكوير صغير، لكن لو بصيت فوق اما تيجي توصل كده، هل ده شكل سكوير؟ طب هل ده كده شكل سكوير ولا ده ولا ده؟ هنا مفيش سكويرز خالص، عشان كده دول بنسميهم انترسكت. اما دول بنسميهم ايه بالنسبه لنا؟ لا فاكر الكلمه بيربنديكولر. اسمها ايه؟ اه يبقى التو لاينز لو لمسوا بعض وعملوا سكوير كورنر اعرف على طول ان اسمهم ايه بالنسبه لنا؟ بيربنديكولر. طب هما بيعملوا سكوير كورنر واحد ولا اكتر؟ كام واحد؟ أربعة. فور سكوير كورنرز أهو، 1 هنا 2، لا عادي عادي لا تقلق أهو هي هتفضل تختفي، 1 2 3 4، دول الفور سكوير كورنرز اللي قلنا عليهم. طيب ركز بقى معايا كويس قوي، هو بيقول لحضرتك هنا إيه؟ مين التو لاينز اللي عندك؟ مين ومين؟ او بي وان ال. الاو بي والان ال الاثنين مالهم ومال بعض؟ بيربنديكولار. هم لمسوا بعض ولا لا؟ في انهي بوينت؟ ام. طيب هل هم عملوا فور رايت كورنرز؟ عشان كده سميناهم ايه؟ بيربنديكولار. اقرا they are intersecting lines زي اللي فوق يعني that form four square corners. You can say that، تقدر تقول ان الاو بي is perpendicular to NL. طب والرمز ده بقى بنستخدمه ليه؟ بيقول لي this symbol means that this is a
square corner to tell you that these lines are perpendicular. وقلنا السنة اللي فاتت لو أنا عملت لك شكل كده lines وانت مش متأكد هل دول perpendicular ولا لا ما تقولش. أمال امتى أتأكد؟ لو هو رسم لي علامة الايه؟ ايوه السكوير كورنر ده كده. اول لما يرسمه لي اعرف ان الاثنين دول مالهم مال بعض بيربنديكولار. كلام زي الفل. جينا بعد كده اتكلمنا على شكل الانجل وقلنا الكاينتس اوف انجل او التايبس اوف انجل. اول انجل اسمها الميجر بتاعها كام؟ كنا بنعرف منين؟ من البروتراكتور. ادي البروتراكتور اهو. لو انا عايز ارسم انجل رايت كنا بنعمل كده، بنيجي بالمسطره نرسم لاين هنا ونيجي من هنا نرسم لاين لحد الكام ديجري؟ 90. ودي كان بيبقى اسمها ايه؟ رايت. وقلنا الرايت بكام ديجري؟ 90. ودي اللي بيترسم جواها الايه؟ السكوير كورنر. كلام جميل. طيب لو انا بقى بدات اخد نفس اللاين ده بس المره دي رسمت حاجه less than 90، اي حاجه اصغر من 90 يبقى اسمها ايه؟ اكيوت. يبقى اي انجل من دول اكيوت. دي كده اكيوت؟ طب دي؟ لا دي ما تنفعش اكيوت. الاكيوت لازم تبقى مالها less than 90. اسمها ايه قلنا؟ اكيوت انجل. وانا عارف ان الميجر بتاعها ماله less than 90 ديجري. طيب لو بدات دلوقتي اخد البروتراكتور بتاعتي وارسم اللاين ده وارسم ده بقى ايه؟ اوبتيوس. اسمها اوبتيوس. ادي الاوبتيوس انجل، والاوبتيوس انجل الميجر بتاعها ماله؟ مور ذان 90 ديجري، اكتر من ال 90 ديجري. زي ما انت شايف اهي 100، ما بين ال 120 وال 130، يعني قول مثلا 125 مثلا يعني. خلاص كده؟ طيب نيجي للانجل اللي بعدها اللي هي اسمها الايه؟ اسمها ايه دي؟ ستريت. ستريت انجل اهي من الزيرو لحد 180. ليه يا مستر؟ لان انا عارف ان انا لو جيت دلوقتي رسمت لك لاين هنا الحبه دول بكام ديجري؟ 90. ودول 90 و90، يبقى ده معناه ان هي كلها على بعض اللي هي ستريت انجل دي بكام ديجري؟ 180 ديجري. واسمها ايه بقى بالنسبه لنا؟ ستريت انجل، مش ستريت لاين. هي شبه الستريت لاين بس هي اسمها ايه بالنسبه لي؟ ستريت انجل. تعالى نقرا الكلام اللي احنا قلناه تاني اهو. اول انجل اسمها الرايت، الميجر بتاعها بكام؟ اكزاكتلي 90. الاكيوت بتوين 0 اند 90. الاوبتيوس بتوين 90 اند 180. الستريت exactly 180. فلو جيت سالتك انت عارف كام رقم مظبوط؟ 2. مين ومين؟ بتاع الرايت وبتاع الستريت، هما الاثنين دول انا متاكد منهم. لكن مين اللي انا بقول ما بين كذا وكذا؟ الاكيوت والاوبتيس. خلاص كده فهمتوا اللعبه؟ تمام. دلوقتي كده احنا رجعنا على الحاجات اللي هو عايز يراجع عليها، بس خلينا بقى نشوف عنوان الدرس بتاعنا. عنوان الدرس بيتكلم على classifying، يعني تقسيم او تحديد of geometric shapes، الاشكال الهندسيه. يعني ايه الكلام ده؟ هو هيبدا في الاول قبل ما نتكلم على الجيومتريكال شيبس يكلمك على حاجه اسمها اللاين اوف سيمتري. كلمه لاين اوف سيمتري معناها لاين ذات divide the shape into two equal parts. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو انت عندك خط قسم الشكل نصين قد بعض نقدر نقول عليه ايه؟ line of symmetry. طيب يا مستر وخدناها السنه اللي فاتت، بس الاول بس انا عايز افكرك كده، هو لو افترضنا ان انا عندي ورقه فاضيه وجيت عملت كده هل ده يبقى line of symmetry؟ اه ما هي فاضيه، مش انا كده قسمتها نصين قد بعض؟ صح، على قد ما نقدر يعني. لكن لو هنا كان في كتابه وهنا مفيش هل ينفع؟ لا. لو انا جبت دلوقتي صوره اي حد فينا، خلاص صوره فؤاد مثلا، ادي فؤاد اهو، ماشي؟ ايوه هو عامله
نفس التسريحة اهو اللي هو عملت ماشي، وفي بنك اهو عامله الناحية دي كده في دماغك. ايوه بالظبط، الحلقة اللي انت عاملها دي حلقة الكلابي دي، حسبي الله ونعم الوكيل. مش مهم من غير، انا عايز دماغك بس. وجينا رحنا جايبين حتة سكينة محترمة كده ورحنا قاسمين دماغه نصين. هل النص اليمين ده والشمال الاثنين كونجرنت؟ لا بالظبط. فده معناه ان مش اي خط يقسم الشكل نصين نقدر نقول عليه ان هو ايه، لاين اوف سيمتري. لازم يقسمه نصين يكونوا ايه، ايكوال. ايكوال في كل حاجه، اللي موجود هنا قد هنا. خد بالك ان عين فؤاد دي مختلفه عن عين فؤاد دي، مناخيره او ودانه هنا غير ودانه هنا، نص بقه الناحيه دي غير النص ده خالص، وهو اصلا ما عندوش مناخير. يعني بغض النظر عن ان هو من غير مناخير، ده فؤاد اللي في الرسمه مش انت فؤاد. زعلش او ازعل عادي. اخبط دماغك في الحيط. تعالوا نكمل بعد الشكل المرعب اللي احنا رسمناه ده. هنبدا نتكلم دلوقتي ان اللاين اوف سيمتري اللي احنا بنتكلم عليه، في اشكال جيومتريكال شيبز عندي، زي مثلا السكوير، زي الريكتانجل، زي التراينجل، كل دي اشكال. فلو انا بكلمك على شكل سكوير، شكل السكوير اللي عندي ده مثلا تقدر تقسمه بكام لاين اوف سيمتري؟ مين الفور؟ ده واحد قسمته نصين قد بعض اهم، النص اللي فوق قد النص اللي تحت بالظبط. طيب ده اتنين، ده تلاتة صح؟ اهو الجزء ده وده قد بعض بالظبط، وده اربعة. يبقى معنى كده ان السكوير ليه كام لاين اوف سيمتري؟ طب تعالى نبص للريكتانجل. طبعا السنة اللي فاتت عملنا الحركة اللي انا هعملها دي دلوقتي. ها ايوه برافو عليك، كويس ان انت افتكرتي. لما جبنا ورقة وجينا نطبقها، انا جيت اقدر اطبقها من هنا من النص، فده لاين اوف سيمتري. طب ما نفس الكلام من هنا، لكن لما اجي اعمل كده هتلاقي الحتة دي لما بتطبق بتطبق فين؟ هنا. لما تيجي تتنيها هتتنيها هنا حوالين الورقة دي كده من النص، بتطلع فوق ودي بتنزل لتحت. هل ده قد ده؟ هما قد بعض، بس ده ما ينفعش يبقى اسمه لاين اوف سيمتري. لو قصيتهم، وده اللي عملناه السنه اللي فاتت بقى، لما تنينا الورقه وقصيناها لقينا ان الحته دي قد الحته دي بالظبط، بس لما تيجي تتني من هنا ما بيتطبقوش على بعض، ما بيجوش بالظبط. فده معناه ان الريكتانجل طلع ليه كام لاين اوف سيمتري؟ 2. طب التراينجل؟ والله على حسب، ممكن يكون في تراينجل زي ده مثلا اهو يتقسم نصين من هنا، في تراينجل تاني ما ينفعش زي ده اهو. هل ينفع يتقسم نصين قد بعض باي خط؟ لا ما ينفعش، لو قسمته كده مش هينفع، النص اللي فوق ده غير النص اللي تحت خالص. لو قسمته كده مش هينفع برضه، لما تيجي تطبق ده الحته دي غير الحته دي خالص. فبأي طريقة هتلاقي في اختلاف، حتى لو عملت كده دلوقتي ده غير ده، شكل ده غير ده خالص. فده معناه ان كل شكل وليه اللاين اوف سيمتري بتاعته. ده حاجة. الحاجة التانية، تعال نبص هنا بقى على اسماء البوليجنز. مين هو البوليجن؟ كل المعلومات اللي انا بقولها لك دي قديمة. البوليجنز اتس ا سامبل كلوزد فيجر. قلنا سامبل معناها ما بيلمسش نفسه، يعني ما ينفعش تعمل كده، ده مش سيمبل خلاص. كلوزد يعني مقفول. فيجر كونسيست اوف سم لاين سيجمنت، بيتكون من شويه ايه؟ وقلنا اقل عدد من اللاين سيجمنتس كام؟ 3. لان انا لو عندي 2 لاين سيجمنتس اهم، هل ينفع يكونوا كلوزد فيجر شكل مقفول؟ لا، على الاقل محتاج الثالث عشان يبقى 3 لاين سيجمنتس، ويبقى اسمه ايه بالنسبه لنا؟ تراينجل. وقلنا الثري اسمه تراينجل. طب والفور اسمه؟ لا، كوادريلاترال. اسمه ايه؟ نركز على الكلمه دي لان احنا هنستخدمها كتير قوي النهارده، كوادريلاترال. الفايف اسمه ايه؟ بنتاجون، في فايف سايدز. الهكساجون في كام؟ 6. طب مين اللي بعده؟ ايوه برافو عليكي، اسمه هبتا جون.
ده فيه 7 sides 1 2 3 4 5 6 7 مثلا. خلاص ده كده مين الهبتاجون. ايه اللي بعده؟ اوكتا. اوكتاجون. الاوكتاجون ده فيه كام؟ 8 اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 في 8 sides. طيب تعال نشوف الكويستشن اللي عليه الدور. The measure بيقول لي choose the correct answer. The measure of right angle 90 دي سهله خالص. The measure of an acute, the measure of an obtuse. مين الاكبر؟ لان الاكيوت مالها less than 90 اما دي more than 90. طبعا ده الاختيار اللي هو A. اللي بعده the A. Pentagon has كام sides؟ بنتاجون. لا بصوا بقى، احنا لو ما حفظناهمش هنبقى في مشكله. لازم تحفظهم كويس جدا. هقولهم تاني. الثري اسمه تراي، الفور كوادر، الفايف بنتا، السكس هكسا، السفن هبتا، الايت اوكتا. احفظهم كويس. طيب تعال نرجع تاني. The polygon which has four sides is called quadrilateral. The square has not axis of symmetry. ماشي، احنا ناقص لنا معلومة ونبقى خلصنا الحاجات اللي احنا عايزين نقولها. المعلومة دي بتقول لك كلمة ايه؟ congruent. كلمة congruent دي مكتوبة هنا وهي بتعبر عن ايه؟ equal parts. انا لما قسمت البترفلاي دي قسمتها لكام بارت؟ 2. التو دول اسمهم ايه؟ congruent. كلمه congruent بالعربي معناها متطابقان. يعني متطابقان يعني لما تطبقهم على بعض ما يفرقوش من بعض خالص. لا مش متساوي بس، ده متساوي في كل حاجه. خلاص، فانا دلوقتي لما اخد ده واطبقه على ده هيبقوا قد بعض، عشان كده سميناهم ايه؟ كونجرنت. بص بقى، الكونجرنت ليها نوعين. النوع الاولاني لما يتكلم على ايه، والنوع الثاني لما يتكلم على السايد اللي هو اللاين ده. اللاين ده لو انا عايز ارسم واحد كونجرنت لي، هرسم واحد كونجرنت في ايه؟ شكله ولا اللينس؟ يعني ايه الطول؟ يعني لو ده ب 4 سنتيمتر فانا هرسم واحد قده بكام؟ مش في شكله، عشان ما حدش يقول لي لازم ارسمه كده. لا، انا ممكن ارسمه كده بس يكون كام؟ ممكن ارسمه كده بس يكون كام؟ فالثلاثه دول بقوا ايه لبعض؟ كونجرنت. يبقى امتى اللاين سيجمنتس بتبقى كونجرنت؟ لما تبقى ايكوال ان لينس. بصوا كده، ايكوال سايدز ان لينس. طب بالنسبه للانجلز بيبقوا كونجرنت امتى؟ قال لك لما يكونوا ايكوال ان ايه. يعني ايه؟ بص، لو انا رسمت لك انجل زي دي، خلاص، لو افترضنا يعني ان الميجر بتاعها بكام ديجري؟ 40. لو انا عايز ارسم انجل تكون كونجرنت ليها هرسم ايه؟ ممكن العكس. يعني ايه العكس؟ يعني هو ايه؟ تكون 80. هنخليها هي زي ما هي. زي ما هي. بس هو الفرق ان احنا نخلي شرطه من هنا ولا قصدك يعني تبص الناحيه الثانيه؟ هو ده لازم؟ لا مش لازم، انا ممكن ارسم زيها بالظبط. اهم حاجه اكون متاكد ان هي بكام ديجري باي شكل بقى. يعني انا ممكن اخد دي كده اهي عشان بس نبقى متفقين، واعمل كده. مش دي 40 ودي 40؟ يبقى الميجر هنا قد الميجر هنا، وده معناه ايه يا استاذه امينه؟ ان الاثنين كونجرنت لبعض. طب اي شكل انجل تبقى الميجر بتاعها 40. طب اسمعني بقى وركز قوي، دي 40 ودي 40، الاثنين كونجرنت ولا لا؟ طب بص اللي انا هعمله، لو انا خليت دي كده بقت دي ودي كونجرنت؟ لا. طبعا الميجر هو هو. احنا قلنا ايه هو الميجر؟ فاكرين الكلمه اللي انا قلتها السنه اللي فاتت اسمها دايفرجنس؟ دايفرجنس يعني الفتحه دي قد ايه؟ بكام ديجري؟ 40. ودي
40 ماليش دعوه بقى الحته دي قد ايه، ماليش دعوه اللاين ده او الري ده قد ايه، انا مش دعوه بيه، انا مش بقيس لينس، انا بقيس ايه؟ ميجر. والميجر معتمد على الحته دي، خلاص كده. فمهما اللاين نفسه كبر ولا يفرق معايا، اهو خرم وش فؤاد. تمام، انت لسه عايش يا فؤاد ما تقلق. فدلوقتي شكل الانجل دي هي هي دي بالظبط بالنسبه لي، الاثنين بقوا ايه؟ كونجرنت. يبقى لما اجي اقول لحضرتك دلوقتي ان انا بتكلم على الكونجرنت انجلز، مالهم؟ مينز بيعنوا ان ايكوال انجلز ان ميجر. اما الكونجرنت سايدز مينز ايكوال سايدز ان لينث. خد بالك عشان السؤال ده بيجي دايما كومبليت او تشوز، يقول لي كونجرنت سايدز مينز ايكوال سايدز ان نقط، اروح كاتب له لينث، يبقى اللينث معتمد على السايد او السايد معتمد على اللينث، الانجل معتمد على الميجر. كلام جميل. هنبدا نتكلم دلوقتي على العنوان بتاع الدرس، الشاشه هتفضل ثابته كده قدامك كتير فركز في الكلام اللي هقوله. العنوان بتاعنا اسمه كلاسيفاينج كوادريلاترالز، يعني انا ولا هتكلم على بنتاجون ولا تراينجل ولا هيكساجون ولا هيبتاجون ولا اي حاجه من دول، انا هتكلم على الكوادريلاترال. وطالما بتكلم على الكوادريلاترال يبقى انا عارف ان الكوادريلاترال فيه كام سايد؟ 4. فكل الاشكال اللي قدامك دي فيها كام سايد؟ كلهم مشتركين في الحته دي. طيب ايه بقى اللي هيفرق وهيخليني اعمل لهم كلاسيفاينج، يعني تقسيم، هقسمهم بناء على ايه؟ في شويه اشكال فيها حاجات شبه بعض واشكال ثانيه فيها حاجات مختلفه خالص عن بعض. طيب نمشي واحده واحده، تعالوا نقرا الاول. كوادريلاترالز از ا بوليجون ويز كام سايد؟ 4 سايد. ده اول حاجه احنا عارفين الكوادريلاترال فيه 4 سايد. المعلومه الثانيه بتقول لي انت بقى هتعمل ايه؟ You will study some quadrilaterals as the following. قدام حضرتك هنا في ست اشكال. الشكل الاولاني اسمه كايت، طياره. الشكل الثاني اسمه ترابيزويد او ترابيزيوم. الشكل الثالث باراليلوجرام. الشكل الرابع رومبس. الشكل الخامس ريكتانجل. الشكل السادس سكوير. دول الكوادريلاترالز. ايوه مخلف اتنين، الله ينور عليك. هنقولهم تاني برضه، هنقولهم تاني، ركزوا بقى اسمعوني اسمعوني. الاول احنا اتفقنا ان علامه البارالل او كلمه بارالل معناها تو لاينز ذات نيفر انترسكت، يعني عمرهم ما هيلمسوا بعض. ركز معايا كده، تعال نبص على الكايت. هل الكايت فيها تو لاينز ذات ويل نيفر انترسكت؟ مين؟ ده وده. لا بص كده، ركز بس معايا، ركز معايا. شايف ده؟ لو انا كملت بيه كده وده كملت بيه كده هيلمسوا بعض. انت عايز تخليهم يكملوا الناحيه الثانيه. اتفضل. ده وده. لا ما دول لمسوا بعض يا كريم، ده دول لامسين بعض هنا اهو اهم، ده هم مشتركين في نفس البوينت اساسا. يبقى ده معناه ان كلهم هيفضلوا يخبطوا في بعض، فهل ده في بارالل؟ لا. طيب بص بقى للكلمه دي، كلمه ايه؟ adjacent. اسمها ايه؟ كلمه adjacent معناها متجاوران. عارف الجيران؟ بيشتركوا في نفس الايه؟ الحيطه. انت وجيرانك اللي جنبكم ينفع تيجي مع نفسك كده تقرر انك هتخرم الحيطه؟ هتدخل عندهم. صح؟ الحيطه بتاعتك دي مش بتاعتك لوحدك، دي بتاعتك انت وهم. عشان كده بنسمي احنا والجيران اسمنا ايه بالنسبه لبعض؟ adjacent. يبقى هنا السايد ده مين الادجيسنت بتاعه؟ ده اللي جنبه ده جاره. طب وده مين الادجيسنت بتاعه؟ ده. بص بقى كده هو بيقول لك ايه؟ each two pair of adjacent sides are، قلنا يعني ايه congruent؟ في الايه؟ في اللينث. يبقى equal in length، يعني انت قصدك ان الحته دي ودي قد بعض، لو قستهم بالمسطره هيبقوا قد بعض.
طب ودي ودي قد بعض. كلام جميل. ده اسمه ايه؟ ما تنساش ان ما فيهوش. خلاص؟ طيب ده اول شكل. الشكل اللي بعده نيجي لمين؟ ترابيزيوم او الترابيزويد. بصوا بقى اللاين ده واللاين ده بارلل. طيب اللاين ده وده بارلل. لا ده هيخبطوا ببعض فوق، بس انا لو مشيت تحت مش هيخبطوا ببعض. انا قلت ده اسمه لاين سيجمنت، يعني مكمل من التو دايركشن، عشان ما تقوليش الصم انا لو مشيت بيهم لتحت كده مش هيخبطوا بعض. انا بتكلم ان انا لازم امشي في التو دايركشن في الناحيتين. طيب ده معناه ايه يا مستر؟ معناه ان انا عندي كام لاين بارلل؟ كام لاين بارلل تو؟ الاثنين مع بعض بنسميهم وان بير اوف بارلل لاينز. فاكرين كلمه بير؟ قلنا يعني بير زوج. لما حضرتك بتروح تشتري الكوتشي بتاعك تشتري ايه؟ بير اوف شوز، صح؟ البير اوف شوز ده بتروح تاخد فرده وتسيب الثانيه، ولا بتحاسب على فرده وبيقول لك الثانيه سعرها مختلف؟ هي الاثنين مع بعض. هنا نفس الكلام، طالما انت بتتكلم على الاثنين دول مع بعض بنسميهم ايه؟ اونلي وان بير اوف بارلل سايدز. يبقى الترابيزيوم او الترابيزويد في كام بارلل؟ وان بير، او كام لاين؟ تو لاينز. يبقى انت ممكن تقول تو لاينز وممكن تقول وان بير اوف بارلل لاينز، الجملتين صح. نيجي بقى لمين؟ باراليلوجرام. هو اسمه باراليلوجرام وسميناه كده ليه؟ عشان ده وده بارلل. طب وده ده وده عمرهم ما يلمسوا بعض. بقى دلوقتي في كام بير؟ يعني كام لاين بارلل؟ فور. كل اتنين بارلل لبعض، الاثنين اللي لونهم احمر دول بارلل والاثنين اللي لونهم اخضر دول بارلل. اقرا كده معايا. ها؟ It has two pair of parallel sides. اسمه ايه تاني؟ Parallelogram. نيجي هنا الرومبس هو شكل مين؟ الباراليلوجرام. بس في فرق. لا هو مش قصة انه مايل بس، لا ده الفرق ما بينه وما بين الباراليلوجرام ان الباراليلوجرام اللاين ده ايوه مختلف في اللينكس عن ده، ده وده مختلفين عن بعض مش قد بعض. لكن بالنسبه للرومبس ده قد ده بالظبط، قد ده قد ده، يعني الفور سايدز مالهم ايكوال ان لينكس. تقدر تبدلها لي بكلمه؟ كونجرنت. مش احنا قلنا كونجرنت معناها ايه؟ متساوي او ايكوال ان لينكس. بص كده للجملة دي. It has four congruent sides. السايدز بتاعته كلهم مالهم قد بعض. طب اقرا هنا بقى. It has two pair of parallel sides. خلي بالك ان انا متأكد ان ده وده ده وده parallel وكمان ده وده parallel، فبقى في كام بير؟ two pair of parallel sides. الحاجة اللي بعدها بص كده لشكل الانجل. الانجل دي نوعها ايه؟ أكيل. طب ودي ودي اوبتيوس ودي يبقى هو في ايه؟ تو اكيل تو اوبتيوس. اسمه ايه تاني الشكل؟ يبقى ايه اللي بيميز الرومبس؟ تو اكيل تو اوبتيوس. وعنده كام سايد كونجرنت؟ الفور. وعنده كام بير اوف بارلل لاينز؟ تو. تو بير اوف بارل. طالما سمعت كلمه بير تو كل اثنين بنقول عليهم واحد. تو بير اوف بارلل سايدز. طيب بص للشكل اللي بعده اسمه ايه؟ ريكتانجل. ايه الفرق بقى ما بين الريكتانجل والاشكال اللي فاتت؟ انه معدول. يعني ايه معدول؟ يعني في فور كورنرز كل واحد فيهم سكوير. اسمهم فور ايه بقى؟ انجلز. ار ما انا عارف ان دي بكام ديجري؟ الرايت ب 90. طيب هل السايد ده وده بارلل؟ هل ده وده بارلل؟ هل دول كلهم ايكوال؟ زي الرومبس يعني؟ لا. اللينس بتاع ده مختلف عن ده، ده كبير وده صغير. ده احنا كنا بنقول اسمه تو شورت تو لونج، اتنين كبار واتنين ايه؟ صغيرين. يعني ايه يا استاذ فؤاد اللي بتسال على الساعه؟
يعني الـ opposite sides are parallel، كل اتنين قصاد بعض parallel. كلمة opposite معناها مقابل أو في وشه. ده مين اللي في وشه؟ ده. الاتنين دول مالهم؟ parallel. وده وده parallel. And have the same length، يعني ليهم نفس length، يعني ده congruent لده وده congruent لده. بس هل ده وده congruent؟ لا. طب نيجي لمين بقى؟ الباشا بتاعه. كل حاجة في كام سايد؟ فور. في كام رايت انجل؟ السايدز بتاعته كونجرنت؟ السايدز بتاعته كونجرنت. في كام بير اوف بارلل سايدز؟ تو. احنا قلنا بير اللي هو ده وده ايكوال، اسف ايكوال وبرده كمان بارلل، وعندي كمان ده وده بارلل وايكوال. فهو بيقول لي هنا ايه بقى؟ اقرا الديفينيشن كده بتاعه. All sides have the same lengths والفور angles are right. طيب انا عايزك تركز وتقول لي مين الشكلين اللي نقدر نبعدهم عن دول؟ في شكلين من هنا، الكايت. ليه؟ عشان هنا ده في 1 بير بارلل وده ما فيهوش، لكن ده في 2 بير. بص حضرتك هو عمل ايه؟ وهو بيعمل لهم كلاسيفاي ركن مين؟ الترابيزويد او الترابيزيوم في ناحيه، وركن الناحيه الثانيه الكايت، وخلى كل الاشكال الباقيه مرتبطه ببعض. اللي هم مين بقى بالنسبه لك؟ الباراليلوجرام، الرومبس، الريكتانجل، السكوير. ده حاجه. الحاجه الثانيه فكر كده، خلاص احنا لغينا دول، مالناش دعوه بدول، مش هنبص عليهم تاني. انا عايز حضرتك تبص على الاربعه دول، مين شبه مين في ايه؟ السكوير شبه الرومبس. الاول بس، كلهم شبه بعض في حاجه، ان فيهم تو بير اوف بارالل لاينز. في اختلافات بقى وفي حاجات متشابهه. يعني مثلا مين من الاشكال اللي فيها الفور سايدز ايكوال؟ ورومبس. ايوه السكوير والرومبس الاثنين دول فيهم ايه؟ كل السايدز ايكوال. مين الاشكال اللي فيها فور رايت انجلز؟ السكوير والرومبس. السكوير والريكتانجل. ازاي الرومبس ما فيهوش ولا رايت؟ مين الشكل اللي فيه تو اكيوت تو اوبتيوس؟ الرومبس. والباراليلوجرام ما هو واضح قدامك اهو، حتى لو مش كاتب في تو اكيوت وتو اوبتيوس، صح ولا غلط؟ انت كده عمال بتعمل لهم حاجه اسمها ايه؟ كلاسيفيكيشن او كلاسيفاي. يعني ايه كلاسيفاي؟ نقسمهم على حسب علاقتهم ببعض. في ناس مع بعض مشتركين في حاجه معينه، في ناس ثانيه لا دول مختلفين ما ينفعش يبقوا مع بعض. فهو هيبدا يسالك الاسئله اللي انا قلتها لك دي دلوقتي، هيقول لك بس بالانجلش بقى، مين من الاشكال اللي انت عارفها في الكوادريلاترال كل السايدز بتاعتهم قد بعض؟ فانت هترد بايه؟ السكوير والرومبس. مين من الاشكال اللي فيها تو بارلل لاينز بس؟ الترابيزيوم. انا بقول تو بارلل لاينز، ما قلتش بير. لكن لو قلت مين الشكل اللي فيه تو بير اوف بارلل لاينز؟ الاربعه، السكوير والريكتانجل والرومبس والباراليلوجرام. هنشوف الكلام ده واحنا بنحل الاسئله دلوقتي، خلاص؟ طيب تعال نشوف بقيه الكلاسيفيكيشن اللي هو كاتبها عشان تفهم بس القصه ماشيه ازاي. هنا خلاص احنا هننفض لده ولده ونركز في دول. مين اللي فوق؟ لان في ايه؟ تو بير اوف بارالل سايدز اوبوزيت ايتش اذر. اوبوزيت يعني مقابل لبعض. ده لو حطيت فيه ايه؟ فور رايت انجلز، يبقى انا كل اللي انا عملته ان انا خدت الشكل عدلته بس. طيب الرومبس فيه ايه؟ تو اكيوت تو اوبتيوس فور كونجرنت سايدز. طب بص بقى للسكوير الطماع، خد كل حاجه، فور رايت انجلز فور كونجرنت سايدز. كلام جميل. هنبدا بقى نشوف الاسئله، نكمل كده الاسئله اللي عليها الدور. السؤال هنا بيقول لي choose the quadrilaterals match the description below. كلمة description معناها وصف، أنا عايزك الوصف
بيلو يعني اللي تحت. Which of the figures have four right angles؟ مين من دول عنده four right angles؟ ال A وال C صح. Which of the figures have four sides of the same length؟ يعني ايه same length؟ نفس الطول. مين من دول زي بعض؟ ال A وال D، لأن ال D ده ايه؟ رومبس، يبقى A و D. Which shapes are parallelograms؟ مين البارالليلوجرام؟ ال B وال D وال C. ليه؟ عشان ده الوحيد الترابيزيوم. حتى لما جيت بص كده، بص حتى لما جينا عملنا كلاسيفيكيشن خدنا مين؟ وطلعنا منه كل الاشكال التلاتة، يعني اي واحد من التلاتة نقدر نقول عليه ايه؟ باراليلوجرام، لان كده كده في تو بير اوف بارالل لاينز. فانا دلوقتي فهمت انا ليه هنا هختار الاي والبي والسي والدي. قال لي اند واي، اوصف لي ليه بقى؟ ليه قلت كده؟ اقدر اقول له بيكوز ها ايتش اوف ذم، كل واحد منهم ماله؟ has two pair of parallel lines. كل واحد منهم عنده اتنين من البيرز البارالل. طب بص للسؤال اللي جاي. write the name، اكتب الاسم ده. رومبس باراليلوجرام. هو ايه اللي خلاني اقول على ده باراليلوجرام وما اقولش عليه رومبس؟ لا ملهاش دعوه بالعوجه، انا بتكلم على اللينكس. هل ده قد ده؟ لا، لكن ده وده قد بعض، يبقى اسمه رومبس. اما ده باراليلوجرام. ها لا ريكتانجل ازاي؟ سكوير. ده مين بقى؟ سكوير. طيب ده رومبس كايت ولا رومبس؟ انت شايف ان ده وده بارالل؟ بس تقريبا فيهم ميل شويه. فهو دلوقتي الاسئله اللي زي دي ما بتجيش في الامتحان. هو مش هيجيب لك شكل مش واضح. لو عايز يرسم لك كايت هيرسم لك كده عشان تبقى متاكد ان دي كايت. خلاص؟ فهنا على حسب ما انا شايف، لو انا شايف ان دول الاثنين اهو بص كده بارالل، دول بارالل. انهي دول؟ لما يكملوا قدام فوق هيقرا، عشان كده بقول لك هي مش واضحه قوي على حسب الرسمه. تمام؟ فاحنا هنا ممكن نكتبها كايت، ممكن نكتبها باراليلوجرام، على حسب انا شايفها ايه. فانا هكتبها لكم ايه؟ كايت. ماشي؟ عشان انا شايف ان هم هيخبطوا ببعض، يعني مش بارالل قوي. اما ده واضح جدا اللي هو ايه بقى؟ الترابيزيوم او الترابيزويد اللي عندي. اصبر يا اصبر اصبر اصبر. ها نقرا كده السؤال كومبليت. The angle of measure less than 90. اكيد. هو قال لي less than. The polygon which has four sides. غلط. غلط. كوادريلاترال. هو هنا ما قاليش اي حاجه، هو كل اللي قاله ان السايدز قد بعض. اسف ان في فور سايدز، يبقى اسمه ايه؟ كوادري لاترال. عشان هو اي شكل فيه فور، يعني ينفع اقول على ده ان سكوير؟ ما هو كوادري في فور سايدز اهو، لكن ده اسميه ايه؟ اسميه كوادريلاترال. حتى ما اقدرش اقول عليه كايت الا لما اتاكد ان ده وده قد بعض، وان ده وده يكونوا قد بعض. خلاص؟ يبقى ادي كلمه ايه قلنا؟ كوادري لاتر. ايه الجمله اللي بعدها؟ The polygon which has only two parallel sides. ترابيزيوم. The polygon which has not hexagon. 6. السؤال اللي جاي هو موضح نفسه.
each two opposite sides or parallel in نقط ونقط 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 كلهم الاربع اشكال اللي هم ايه؟ سكوير ريكتانجل رومبس باراليلوجرام دول الاربع اشكال اللي فيهم التو اوبزيت يعني متقابلان اللي في وش بعض سايدز اور ايه؟ باراليل ذا فور سايدز ار ايكوال النقط اند نقط سكوير ورومبس ذا فور انجلز ار رايت سكوير وريكتانجل برافو عليك سكوير وريكتانجل انا بتكلم على الانجلز ار ايه رايت شكلهم الرايت كورنر او السكوير كورنر 90 ديجري ان ذا سكويرز في السكويرز اول انجلز ار نوت انجلز رايت طيب ذا باراليلوجرام ويز فور رايت انجلز ركز الباراليلوجرام اسمع بس الباراليلوجرام اللي هو شكله عامل كده ده لو حطيت فيه فور رايت انجلز يتحول لايه ريكتانجل طب ليه ما يتحولش لسكوير عشان ما يبقاش هو الاول هو اصلا سكوير برافو عليكم برافو عليكم السايدز هنا في الباراليلوجرام قد بعض ولا مختلفه لما تيجي تعدل الانجل هل السايد هتتعدل لا مش دعوه بالسايد فهو شكله بقى عامل كده دلوقتي او زي مين الريكتانجل يبقى الاجابه هنا كلمه ايه طب بصوا في السؤال اللي جاي محتاج تركيز زيه طب باراليلوجرام with four sides equal in length is called غلط لا مستحيل تقول رومبس ليه بقى شايف الشكل ده هو بيقول لك خلي السايدز قد بعض يبقى اسمه ايه رومبس امال امتى يبقى سكوير بص بقى هو قال لك ايه هنا شكل الريكتانجل انت عارفه اللي هو ده ماله بقى الريكتانجل لو في فور سايدز ايكوال يعني كل السايدز قد بعض بقى اسمه ايه سكوير ذا رومبس ويز فور رايت انجلز از كولد رومبس وحطينا جواه فور رايت سكوير لان هو اصلا السايدز بتاعته ايكوال كل السايدز قد بعض وهو مايل شويه فانا هعدله هحط فيه فور رايت اهم كلهم بقوا رايت يبقى انا حولته لايه مثلا لاجابه كلمه السكوير طبعا الدرس ده من الدروس اللي محتاجه تركيز عشان تفهم ايه اللي بيتقال بص هنا بقى للنوتس عشان نبقى خلصنا الدرس النوتس بتقول لي all of squares rectangle rhombuses and parallelogram because they all have both pair of opposite sides parallel يبقى كل السكويرز والريكتانجلز والرومبس ينفعوا باراليلوجرام ليه عشان هم عندهم both of parallel sides the sub category كلمه sub category معناها مجموعه جزئيه او مجموعه مشتركه كلمه category معناها فئه خلاص سب كاتيجوري معناها مجموعه جزئيه المجموعه الجزئيه اللي ما بين مين عارف هو قصده ايه ايه المشترك ما بين السكوير والريكتانجل الفور رايت هو الريكتانجل عنده اللينس بتاعه اللي هو السايد لا فور رايت رايت انجل رايت انجل مش ايكوال سايدز الرايت انجل اللي هي الكورنر اللي قلنا عليها دي ده الريكتانجل والسكوير زيها برضو اهو كلهم فيهم ايه فور رايت هنا كل السايدز ايكوال اما هنا ده قد ده وده قد ده لكن الاثنين دول مش قد بعض ماشي السؤال اللي بعده ذا سب كاتيجوري بتوين سكوير اند رومبس ايه المشترك ما بين السكوير والرومبس الفور سايدز ايه طيب The parallelogram with right angle البراليلوجرام اللي هو اللي مايل لو عدلته يبقى طب البراليلوجرام لو حطيت السايدز ايكوال رومبس لو خدت ريكتانجل اللي هو ده وخليت السايدز ايكوال يبقى لو خدت رومبس اللي هو مايل وحطيت له انجلز رايت اتحول
تسأل.